اهلا فيكم من جديد، مكملين معكم باكسترا تايم. بدايتنا رح تكون مع الفنون القتاليه المختلطه، لنحكي عنها اكثر وعن الانجازات الاردنيه فيها. معنا احد نجوم هاي الرياضه، جراح السلاوي. اهلا وسهلا فيك. اهلا، يسعد مساك كابتن، شرفتنا. الله يحفظك. اهلا وسهلا. اذا نشوف هذا التقرير عن جراح السلاوي ونرجع نكمل حديثنا معه. جراح، يعني مثل ما عم نشوف بالكليب، انت المصنف الاول على مستوى الشرق الاوسط ومحقق العديد من الانجازات. اذا بدنا تحكي لنا عن بدايتك بالفنون القتاليه، كيف قررت انه بدك تمارس هاي الرياضه ووصلت لحد هون فيها؟ بالاول انا كنت لاعب كيك بوكسين، كنت لاعب منتخب، عندي بطولات عالم في الكيك بوكسين، وبعدين دربت جيتسو اللي هي رياضه على الارض. بعدين حبينا نعمل شيء جديد بروفيشنال اللي هو الام ام اي، نزل عملنا الميكس بين كيك بوكسين والجيتسو، فلعبنا الام ام اي اللي هي الام ام اي حاليا ميكس مارشال ارتس. طب جراح، اذا بدنا نحكي عن ابرز الانجازات اللي حققتها خلال مسيرتك واهم البطولات اللي شاركت فيها مؤخرا، هي اخر فايت لعبته على بطوله العالم كانت منظمه بريف. صراحه كانت فايت كثير كبيره والحمد لله تمكنت فزت بهذا الفايت اللي هو حزام بطوله العالم على مستوى هاي الفايت، كانت على مستوى العالم على وزن 77 كيلو. جميل، حلو. يعني واجهت كثير نجوم كبار ويعني صعب مواجهتهم، كانت صعبه طبعا، كان مشوار صراحه صعب عشان اوصل لهذا الفايت. طب انا عندي سؤال، عشان يمكن مش كل الناس بتعرف ايش الفنون القتاليه المختلطه. مثلا انا عندي هوايه انه انا من الرياضات الفرديه، هاي لازم ابلش من رياضه معينه عشان انا اوصل للفنون القتاليه المختلطه؟ لازم امارس، يعني انت قلت انت عملت كيك بوكسينج، عملت جوجيتسو، بعدين فتت على الفنون القتاليه المختلطه، لازم تتدرج ولا بتقدر تفوت عليها دايركت؟ تعرفي زمان اول ما بلشت كان كل واحد عنده رياضه معينه، مثلا واحد بيحكي لك انا مصارع، واحد كيك بوكسين، بدنا نشوف مين افضل كرياضه. كان يلعب المصارع مع الكيك بوكسين، ومن خلال التطور واللعب كثير تطورت، صارت معروفه على مستوى العالم، صار لازم تتدرب كل الرياضات. حلو. يعني ما في لاعب مثلا بيعرف على السترايك وما بيعرف جراوند، ما بيعرف يلعب على الارض. صار لازم تعمل الميكس، تتدرب على الارض، تتدرب لياقه، لياقه عنصر كثير مهم بهاي اللعبه. صار لازم كمان تعمل كيك بوكس، فلازم تكون عندك ميكس. تمام. طيب انت عم تحدثنا عن بعض المهارات اللي لازم يكون موجوده عند لاعب الام ام اي، بس اذا بدنا نحكي على مش بس يعني هاي الجوانب البدنيه، حتى انه يرفع من مستوى، كيف ممكن انه الواحد يطور في حاله اكثر حتى يكون نجم ويشارك في بطولات عالميه، وايضا حتى اذا في تدريبات ذهنيه ايش ممكن يسوي؟ تمام. انا بالاول لازم تعرف انه الليفل وصل كثير عالي على مستوى العالم بهاي الرياضه، صار يعني المستوى تلعب مع واحد بلاك بالجوجيتسو
بلاك بيلت كيك بوكسين عشان يعني يعرف يعمل استراك ويعرف يعمل جراوند على اعلى مستوى. عشان توصل لهذا الليفل لازم تكون جاهز بكل كل الالعاب، تعرف تعمل استراك، تعرف تعمل جراوند. ما بزبط تكون مميز بشيء وشيء تكون ضعيف، راح تنتهي الفايت بسرعه. هاد جسديا، هاد جسديا، ذهنيا، ذهنيا طبعا هذا الفايتات على ليفل كثير عالي. بدك تعمل استراتيجيه من خلال الكوتشات، تجهيز استراتيجيه جزء كثير مهم بالفايت. حلو، بدك طيب تكون جاهز حتى استراتيجيا وحتى خطة تكون مضبوطة 100%. أي صعوبات واجهتها خلال مسيرتك من أول ما بلشت الـ MMA لحد اليوم، وكيف قدرت تتغلب عليها؟ 100%، كل رياضة كل شخص بواجه صعوبات. أول إشي أنا كنت لاعب كيك بوكسين، بعدين انتقلت لرياضة الجيتسو. هسه صار الحمد لله معي بلاك بالجيتسو، معي بلاك بالكيك بوكسين. فكل إنسان بواجه صعوبات لازم واحد يتجاوز هالصعوبات. إيش المشاركات المقبلة بالنسبة لك جراح؟ إيش في عندك بطولات؟ وين راح يكون في منافسات؟ بصراحة هاي السنة أهم هدف عندي إن شاء الله، حاليا بدي أحافظ على هذا التايتل 100%. مثل ما بتعرف اللعيبة عم بنافسوا بعض، راح يتأهل لي ناس يعني عم بنافسوا عشان يوصلوا هذا التايتل. فأحسن هدف حاليا إنه أنا أحافظ على هذا التايتل وأظل الشام طبعا إن شاء الله. طب كيف بتشوف هاي الرياضة بالأردن؟ بصراحة صار يعني عالم الأمم إنه في هدف نبيل أو إشي معين طبعاً. يمكن كلنا حضرنا النزال اللي صار ب حبيب لاس فيغاس بين حبيب وبين ماك غريغور، ويمكن الأحداث اللي إجت بعد هذا النزال كانت شوي شد يعني كتير شد كتير وقلبت على عنف. إحنا دائماً بدنا من الرياضة يكون في رسالة وهدف إيجابي مش إشي سلبي. فرسالة أنت بتحب توجهها لكل الشباب عشان ما يفكروا إنه يعني هاي الرياضة ممكن إنها تكون سلبية أو إنه في إلها جوانب سلبية، رسالة بتوجهها لكل الشباب بما إنك أنت من نجوم ورموز هاي الرياضة. طبعاً بالنسبة لرياضة الـMMA مثل كل الرياضات بصير في شد وبصير في كثير شغلات ممكن تواجهها يعني، بس بالآخر هي رياضة. يعني مهما وصلت الأمور مهما بالآخر هي رياضة، صار تنافس في فايز وفي خسران، فلازم بالآخر كل أمور تصفي إنه أوكي. تمام جراح، يعني أول شيء إحنا طبعا بنتمنى لك التوفيق في كل مشاركاتك وتظل دائما رافع اسم البلد. شكرا جزيلا، ويعني إحنا بنشكر كمان حضورك معنا لليوم، نورتنا وتمنى لك التوفيق. الله يحفظك، شكرا جزيلا.